معاشات المحامين. كما حرص نقيب المحامين على تطبيق الزيادة الدورية لمعاشات المحامين بنسبة 5% لكل المستحقين بداية من الأول من يناير لعام 2024، لتكون هذه الزيادة هي الثانية في عهده بعد الزيادة الأولى التي قررها في فبراير من العام الماضي، وطبقت بأثر رجعي بداية من شهر يناير. وأصبح يتم صرف منح وإعانات استثنائية للسادة المحامين المستحقين للمعاش ولأسر المحامين المتوفين في أعياد الفطر والأضحى والقيامة وعيد الميلاد المجيد. كما تم صرف منح استثنائية لأيتام المحامين بمناسبة العام الدراسي الجديد لتوفير كافة أوجه الرعاية لهم. ونجح نقيب المحامين في تسريع صرف معاشات الدفعة الواحدة لحالات الوفاة والعجز الكلي، مما ساهم في تخفيف الأعباء عن الأسر المتأثرة دون الحاجة لإجراءات معقدة.